زكريا الوردي بين منطلق عن طريق مناح. مناح ياتي بكره لجا عاليه وللامام، محاوله خطا من احد مؤسسي الوداد، جاء متاخرا. هذه كره تلعب الان للامام، لا زالت لبن امالينجو عند حارس المرمى، انطلاقه في المكان السليم، لا زالت الان وخطيره. لينجوما ياتي بالكره والعرضيه والكره تبعد، والمباراه الوداد تعادل في مباراه اليوم يكون مرضيا ومقنعا لعشاق الوداد. هذا انطلاقه في المكان السليم قويه، ولكن حارس لاعب المحمديه الضربه الحره المباشره وصدت في الحائط البشري، ولدينا ضربه ركنيه لفريقنا طبعا سجل في مرمى المريخ. انطلاقه من اسماعيل حداد، الكره في الجهه اليسرى، بدر القادرين، محاوله عاليه وللامام وحارس المرمى، خروج في الكرات الماضيه، سلامات سلامات، نعم اصابه في اللحظات الماضيه لحارس المرمى الذي اصيب، نعم، وبالتالي في الكرات الماضيه هدفا. هذه كره تلعب للامام، محاوله عاليه وللامام، والكره من بدر الورفلي الان اللاعب الدولي الليبي للامام، محاوله قائمه بالفعل لكن تبعد من جانب اللاعب ايضا زهير المترجي، محاوله عاليه من جانب انجا، لا زالت خطيره، كره فيها مرور، كره فيها تقدم من جانب اللاعب بالفعل، وعاليه والامام وخطيره الكره الماضيه الى ضربه مرمى في المدرجات. وداد الامه، هدير الامه، صوت الامه، الضربه الحره المباشره الجميله ولكنها عاليه في الكره الماضيه خارج ارضيه الملعب في الدقيقه 29 في الكره الماضيه. ابعاد الكره الماضيه تعود عن طريق لاعب مميز اللي هو زكريا الوردي، كره جميله عند حارس المرمى. الحديث هنا عن تكنوات حارس، السيده عاشقه الرجاء حاضره في المدرجات الان، كرة تلعب عالية وللأمام، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، جول جول الرجاء الحداد الحداد الحداد، الوداد يتقدم، هدف ودادي يشعل كازا، هدف ودادي يشعل كازا. الشوط الاول بذكاء، انطلاقه من ايوب العملود، 25 سنه لاعب الجيش الملكي، قبل ذلك خطيره، فرصه لايوب الكعبي، الله، كاد ان يقتل المباراه بالنسبه للرجاء ايوب الكعبي. بينما انطلاقه هنا في الجهه اليمنى، محسن متولي، طبعا عندما يغيب لا شك يتاثر فريق، هذه خطيره، فرصه، الله الله الله، تألق كبير من تكنواتي الله الله، أشعل الدربي أشعل الدربي، الرجاء يعود، فابريس نجوم، الرجاء يعود، الرجاء يعود بقذيفة لا تصاد ولا تراد، وبقذيفة أشعلت المدرجات في شبه من إيتو، بالمناسبة على وزن على مستوى الوجه، على مستوى الوجه شيء من إيتو، لكن الكرة المرة جميلة من جانب نجومة، يأتي بكرة جميلة، لاعب مؤثر مؤثر بالفعل في مباراة اليوم، نجومة في الكرة الماضية شبيه إيتو، شبيه سامويل إيتو، الله 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 الله، تكنواتي تكنواتي تكنواتي، نعم، من امام مالينجو، من امام بن مالينجو، لكن عمل كبير من فابريس نجوما، والكره الكره اللي ابعدت بطريقه ممتازه من التكنواتي، كانت عن طريق مالينجو 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 بن مالينجو، لاعب مازيمبي طبعا سابقا. ما بدأ المباراة عندما دخل، أعطى الإضافة الكبيرة، هذه كرة، الله، حلوة الفكرة، حلوة الفكرة بالفعل بصورة ممتازة من جانب بين مالينجو، زعلان إنه غير موفق في مباراة اليوم، اللاعب الذي سجل في مرمى المريخ في لقاء الفريقين طبعا، وكما يعلم الجميع بأن الوداد أبعد المريخ، أحد الكبار كبار القوم في السودان، بينما طبعا فريق نادي الرجاء أبعد هلال القدس في مباراتين. هذه انطلاقة عن طريق حميد أحداد، يأتي بالكرة العالية الماضية ولكنها مرت من الجميع وتحولت بأن تكون إلى ضربة، أمور كرة القدم، انطلاقة من إسماعيل حداد، محاولة المرور المتحرك
الإيجابي الخطير في مباراة يوم الكرة طالت ووصلت الآن لتكون إلى ضربة ركنية. كما ذكرت الرجاء البطل لدوري أبطال العرب 2006 على حساب إنبي المصري للرجاء البيضاوي. انطلاقة في الشوط الثاني لن تقف، لن تنتهي الأمور عند 1-1. أعتقد أن هناك هدف قادم في قادم اللحظات. كرة تلعب وتعود ومحسن متولي، ومتولي هو من أعاد الحياة للرجاء. أيوب ناناح في المكان السليم، محاولة قائمة ربما آخر الفرص المتاحة للمباراة، وحارس المرمى تاكناواتي فوق الجميع يلتقط كرة الماضية. والمطالبة هنا طبعا من جانب أيضا لاعب الجيد في المباراة بدر قادرين، أيضا اللاعب اللي عنده 29 مباراة ممتازة في حضور جماهيري كبير في ديربي عرف عبر التاريخ بأنه ديربي على مستوى التحكيم في كثير من الغضب، لكن اليوم لم نشاهد غضب على مستوى التحكيم لأن الإماراتي محمد عبد الله حسن كان في الموعد ولاعبو الفريقين. والصورة القادمة بهذه الجودة بهذا الجمال، كرة القدم العربية بخير، وكرة القدم العربية يجب أن تنهض وتنطلق.